اسمع من أغلب الناس يقولون من طاف طواف الوداع لم يبت في حدود مكة نهائيا، وإن نام تلك الليلة في مكة لزمه طواف مرة أخرى بالبيت، فهل هذا صحيح أم لا؟ لأننا أحيانا نخرج في ذلك حيث نأتي متعبين ولم نستطع الخروج قبل أن نأخذ الراحة في مكة، وأن الطواف مرة أخرى يصعب علينا لوجود الزحام المتواجد من الحجاج، وشكرا لكم. طواف الوداع يجب أن يكون آخر أمور الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأبي داود حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وعلى هذا فأعد نفسك لأنك لا تخرج أو لا تطوف للوداع حتى تنتهي من جميع أمورك ثم تخرج مباشرة. نعم. لكن يسمح للإنسان بعد طواف الوداع أن يصلي الصلاة إذا كانت قد دخل وقتها، وأن يشتري حاجة في طريقه وهو ماشي. وأما كونه يبقى بمكة فإنه إن بقي يجب عليه إعادة طواف الوداع، وعلى هذا فلا حرج عليكم أن تخرجوا من حدود مكة المكرمة ثم تبيتون في الطريق وتستريحون ثم تستأنفون السير.